دابا كاين شي حوايج داروا وعاطين جماليه للمدينه وعاطينا شهره بحال الجامعه ديال محمد السادس بوليتكنيك، ولكن فاش كتدخل وسط المدينه وسط الاحياء الشعبيه فين عايشين المواطنين حاجه اخرى. الناس مازال كتعاني من الواد الحار، الناس مازال كتعاني من الضوء، الناس مازال كتعاني من طرقان وبنيه تحتيه، الماء بعدا ما يتشربش بزاف غير من المذاق ديالو يبان لك. الا كنتي ساكن في الطاج الثاني ولا الثالث يمكن ما يطلعش عندك الماء ولا يطلع ناقص. كندويو كنتشكاو كنلوحو في مواقع اجتماعيه ما كنخليو ما كنديرو. السبيطار اللي عندنا فيه غير سميه، هو مستشفى اقليمي ولكن اللي جا كيصيفطوه لمراكش. عضاتك عقرب خاصك مراكش، غير الولاده قليل اللي كيولد في بنغرير، ولاده عاديه خاصك تمشي لمراكش. والمشكله الاخرى هي ان ولدك كيتسجل تما، يعني من بعد الى احتاجيتي عقد الازدياد خاصك تمشي لمراكش. وكاين عاوتاني الناس اللي كيديروا الدياليز تصفيه ديال الدم. كاينه واحد لائحه ديال الانتظار فيها شي 20 واحد، لانه ما يمكنش تبدا دير تصفيه الدم حتى تخوى شي بلاصه حيت عدد ديال الاجهزه ناقص. واخا كيحاولوا يصيفطوا للقلعه السراغنه مره فاش كتكون شي بلاصه عندهم خاويه، ولكن ما كافيش. غير هاد الايام الاخرى خمسه ديال الناس من هادوك اللي كانوا في اللائحه ديال الانتظار ماتوا. انت عمرهم ما وصلتهم النوبه باش يديروا الدياليز. كنعانيو كذلك من البطاله، كاين الفوسفات ولكن من الناحيه ديال الشغل ما كاينش فرص بزاف فين يخدموا ولاد المدينه. كاين المشروع ديال اغروبول اللي هي منطقه صناعيه غذائيه اللي بداو فيها شحال هادي، ولكن مازال كنتقاتلوا عليها باش تخرج للوجود. يعني هاد الساعه كاين شويه ديال التجاره والاعمال الحره، وكاين عاوتاني اللي خدامين عطاشه في المدينه الخضراء. صافي باش نبنيو مدارس جديده كنعتمدوا على نسبه النمو، يعني نسبه الولادات في بنغرين. ولكن كي قلت حنا اغلبيه كثيره الناس كتولد مراكش، ما كنولدوش هنا، يعني في الوراق بحال الا ما كاينش نمو. دابا كتلقى 44 ولا 46 تلميذ في القسم، وكاين مدارس اللي ناقصه التلاميذ حتى من العدد ديال السوايع ديال القرايه باش يزيدوا اقسام اخرين. كلشي دابا كيمشي للخصوصي، ولكن الدراوش ما عندهم ما يديروا.